آه يا رب ارحمنا يا رحمتك الواسعة يا الله يا كريم. يا السلام عليكم، يا صباح الخير في توقيتنا طبعا. أكيد عندكم الآن مساء، أنتم إحنا عندنا صباح. كيف الحال وش الأخبار يا شباب؟ إن شاء الله تمام، إن شاء الله أموركم طيبة، إن شاء الله كل شيء تمام. حياك يا هلال عزاني، كيف حالك؟ لك وحشة والله. كيف أنت يا حبيب قلبي؟ نورك يا هلال، أنا فداك حبيبي يا هلالي. كيف أنت؟ يا جماعة أنا شي أتكلم اليوم، أنا مستغرب والله العظيم. مساء الفلافل حبيبي، أوه يا وهيب، من وين نجيب فلافل؟ من وين نجيب فلافل؟ آه بس هنا محرومين من الفلافل الكويسة. كيف حالكم يا شباب؟ وش أخباركم؟ يا جماعة في أنا والله أنا محايد، والله العظيم أنا محايد، وأنا مع المواطن اليمني ومع الشعب اليمني ومع المواطن المغلوب على أمره. يعني لهم يضربوا اليمن من 2014 15 14، يقصفوا المساكين، يقصفوا الأبرياء، يقتلوا الناس بدون أي ذنب، أطفال ونساء وشيبات، وهدوا البيوت وهدوا الجسور وقصفوا البنى التحتية حق اليمن. واليمن بلد يعني عاد وبدأ ينهض في يعني 2004 و5، من 2003 اليمن بدأ ينهض، بدأ يبنوا ويتعمر ويقصفوا ضرب 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 بس قصف. أهلا أبو عمار، كيف حالك؟ مساء الورد، كيف أنت؟ حيا الله باسم حبيب قلبي، باسم المنصوري. وبعد ما أوجعوهم أمس زعلوا يدين والقصف. أهلا يا صلاح، أهلا أهلا على طول يا صلاح، أهلا. كيف حالك؟ ما يعجبهم اليوم مع الاسف والله. اهلا يا صلاح، كيف اخي؟ مرحبا يا مرحبا، اهلا حياك، صباح الورد، كيف انت؟ الله ينور قلبك، الله ينور قلبك، كيفك؟ انا بدال. كم ساعه عندك؟ 12:30. اه 10:30، احنا 10. كيفك؟ الحمد لله. على كلامك قلت حياد، هذا الفتره ما في حياد، بتشوف صح. اخوك يضرب بيتك يهد وتقول لي حياد، الحياد هذه المشكلة. الفترة على نعم على الجبناء اليابان. لا لا، انا قصدي حيادي مع الشعب اليمني، انا ضدهم، ضد العدوان على اليمن، انا معروف هذا موقفي. كلمة حياد انك ترى اخوك يضرب وانت ما توقف معه، ترى البيت يهد، صح. هذا الحياد، انا صح. اوقف مع اخي، صح. كلمة حياد، ما في حياد هذا الفترة، ما في حياد، صح. خذ راحتك، انزل عليهم أمانة، اشتيك تريح قلبي. الذي يدعي كلمة الحياد وموقف الحياد إنسان جبان، إنسان ليس لديه قضية، ما بش معه حق. كيف إنه حياد صح يصير أخي تدمر حياته مستقبله وأبنائه وبيته وأقول لك أنا محايد؟ كيف محايد؟ صح. You know my brother then. I need my brother يوقف معي بالثقة جنبي، صح. اشتك تاخذ راحتك عليهم. انت عندما قلت انا محايد فقط انا معترض على هذا المعنى والمصطلح. لا لا، انا مش قصدي المغلوب. لا صلاح حبيبي، انا مو قصدي محايد معاهم، طين على ابتهم، انا اسبهم من يوم ما قصفوا اليمن. بس انا المشكله في الجروب معانا في ناس ما يعجبهم، يغلطوا علي ليش تسب، ويقولوا لي انت مع الحوثي وانت مع مدري ايش. فانا مع المواطن، انا مع المواطن، مش مع اي احد. الحوثي ليس اليمن، الحوثي ليس الوطن، صح. الحوثي صح. ليس البنية التحتية، الحوثي ليس الابرياء الذي يقتلون، الحوثي صح ليس كل ما ذكرنا، صح. انا بتكلم على اليمن، يمن التاريخ يعني. هذا وهذا معذر اخر، فاشل معذر اخر، انه يقول لك
انا لا انا مش مع الحوثي يا عزيزي. ايش قالوا ايش قالوا؟ هي كلمه ماشي ثانيه. شوف شوف على كلام كلام للجاهل يفهمه. هي كلمه ماشي معانا ثانيه، كلمه لو المولود الى بطن امه يعود. شوف على تشبيه صح. ما بنسلم لقوى الشر السعوديه والاماراتيه لو ما بقى رجال منا بالوجود. كلام يقط موس. حينها يشرح انا الحوثي، هو ما قالش انا الحوثي وقفوا معي اهل اليمن، ما في هذا الكلام. نحن امام صح. عدوان ظالم فعلا، قتلنا ودمرنا وحاصرنا ومن زمان، ليست جديده، هو عدونا من زمان، بس انا لا اعلم كيف البعض يقرا الاخبار. هيا اسمع ابو جابر المعازي يقول لك الحوثي هو العدو الاصل في اليمن. ما المشكله من تتكلم يقول لك انت مع الحوثي، من اخواننا اليمنيين ابن بلدك يقول لك انت تدافع. انا ما دافع عن احد. الذي يقول ان الحوثي عدو اليمن مثل ايش؟ راحت الفكره من راسي، راحت يا عمي راحت. يعني رد الحوثي اليمن والوطن، واعطوهم المكانه الكبيره ان الحوثي اليمن. يقول لك انا ما دافع مع الحوثي، ما اقف مع الحوثي، الحوثي عدو اليمن. يعني اعطوه مكانه كبيره للحوثي. اليمن يمن الجميع، ملك الجميع، ما هوش ملك أم أي حزب أو أم أي شخص. أحسنت يا مرحبا، احنا مرحبين. خذ راحتك. ايش اشتيك يعني؟ انا بصراحة يعني والله اللهم لا شماتة، انا فرحان والله، بس ليش حاجة توجع على سبب يحسوا بمعاناة الشعب اليمني، انهم فعلا واليمنيين فعلا انهم ذو بأس شديد. الوجع الوجع امس في الامارات، ما عليك الوجع. أيوة. في الامارات. من هذا قصدي، من هذا الان 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 بالنيوز الامريكان والاجانب في الامارات بيبزوا شناطهم ويمشوا، يقول لك هذه بلاد ليست امنه فيها حرب، بياخذوا البزنس حقهم كلهم. هذه ضربه قويه سياسيه واقتصاديه. ما نشتيها من زمان، كنا احنا نشتيها بس مش قادر نتكلم قدك داري. قال ويش الذي منعك من هذا الا هذا؟ ما هو قد هو الصدق، ما فيش القوه هذه الا توفيق الباري. صحيح والله. شوف اليمنيين، انا قلت شوف سالني واحد هنا عراقي 2014 قال لي هل من معقول ان السعوديه ويحتل؟ قلت له مستحيل. قلت له اتذكر كلامي، قلت له في مقبره كبيره في اليمن حق المصريين. قلت له اليمنيين ذو بأس شديد، ما حد يجي فيهم لانهم ما يذوش حد، هم ما عمره ما ذو حد. يا اخي اليمن بالتاريخ كلها ما حد احتلها، تاريخ اليمن كله ما حد احتلها الا اهلها. نعم. وايضا احنا بيننا البين، احنا اليمنيين بصراحه كسياسيين وناشطين وغيرها، نحن عدو نفسنا. لماذا؟ لان احنا لم نستطع ان نستند كلنا ونقف بصف واحد، هذه مشكله. احنا عدوين انفسنا. قال لك المصريين قدموا اليمن لصالحنا. كيف؟ هو يقتل من بلدك. اجل مصري كان في حلم لجمال عبد الناصر الوحده العربيه والسيطره، كان له حلم انه يقع المسيطر والمنقذ والمحرر للاوطان العربيه كلها. عندما ياتي بجيش مصري يجلس باليمن، انت مجنون تحكم شعب اليمن وقبائل اليمن وحكومه اليمن؟ والله ما يقدر. والله كانوا في عمران وارحب وصعده، يروح الجيش المصري يقعد معاهم بالصباح وينام بالليل بكر بالصباح وودوهم بالطريق ددددددد، ما بيش مزاح. صح. يوم قد ربما انه خمسه يرحبوا به وعشره ما يرحبوا به، ما فيش مزاح باليمن، شعب اليمن مش من ما يحتله. في واحد يقول لك ليش ما تتكلم على الحوثي يقصف المناطق المدنيه؟ وين مرافق يمنية؟ في اليمن أو في السعودية؟ وين؟ وين؟ في اليمن قال لك، في اليمن يقصف مدن يمنية في اليمن. وين قد قصف؟ وين يا أخي دو كلام والله. ما قصفوش. أنا بالنسبة إذا كان في فكرتي. نعم تفضل تفضل صلاح. إذا كان في تعز يقصد في تعز ودمار تعز، بصراحة أهل تعز نفسهم من سمحوا لدمار البلاد واحتضان الجماعات هذه، ما نشيش نستخدم المصطلحات هذه.
احتضان الجماعات هذا المخرب داخل تعز الذي سببت لدمار تعز وقصف الأبرياء. هو يقول لك ما أبو تعز، صحيح كلامك. طب صراحة ايش تعز على تعز اليوم؟ والله بان احصل ايش الذي بيحصل، الامارات بتعبر عن ضعفها وفشلها وتقوم بضرب المدنيين والبلاد، بس ما يضرنا احنا، ما يضرنا، ما يضر المقصوف، ما ي... الذي فيه 100 طعنه ما عاد تضر طعنه او ثنتين او 10. هي بتعبر عن غضبها، ما يعني ازعم انها بتعقل تقول لا احنا مخطئين، احنا مخطئين، مستحيل بان نستطيع نحكم اليمن. لا ماشي، يعني القمر العربي، هذا هو القمر العربي. نعم يضربوا لك يضربوا لك البنية ما تبقى، ويضربوا لك الجبال والحجار والشجار، وإيش بيضرهم؟ هم جالسين يصيحوا الآن ضربونا وقصفونا وأبو ظبي. طيب اليمن من 2014 وين تقصف تحت القاصف؟ يا نونو، موقف موقف جبان وكلام فاضي كله. اليمن بتعتدى، اليمن بتتدمر امام الجميع، اليمن اليمن اليمن، والناس ياسين يتفرجوا، وعندما نضربهم بصاروخ ولا بحاجه خلاص احنا معتدين. كلام فاضي، انت بتدافع عن نفسك. استغرب من بعض استغرب بعض اليمنيين مع الاسف، يعني والله يزعلني بكلام من يقول الله يحفظ السعوديه والامارات. ما انت يمني، ما انت بلادك تقصف، ابن عمك يقتل، ابن خالك استشهد، خوالك عمامك. أنت عارف هذا لا نغلط في حقه، قد ربما يكون جاهل ومش عارف للحقيقة، يعني يكون بعيد عن الواقع، بس هؤلاء هذا هم سبب دمار البلاد. مأرب تقصف من مأرب، باقي مأرب، مأرب هي نهاية الحرب ونهاية العدوان ونهاية الارتزاق. مأرب أنا ما رحت اليمن، إيش كان الوضع هناك يا صلاح؟ كيف كانت الأوضاع برأيك أنت؟ كيف شفت هناك؟ والله رحت اليمن في المناطق الخاضعة لحكومة صنعاء، أمن وأمان، يقط المسمار والناس عايشين، الذي يقول من دون مرتبات وفقر. اليمن هي وسط الفقر من زمن، كان معاش المواطن 30,000، الآن انعدم هذا الشيء وعايشين الناس ما في حاجة. أهم شيء الكرامة والعزة، هذا ما بدنا نضيعنا. يدخل الإماراتي ولا السعودي يحكم لنا في صنعاء، خلاص انتهى هذا العهد السد، قد في تضحيات آلاف الناس. طيب اقول لك حاجه، انا انصدمت، انا اسرتي وصلوا من الامارات لهنا، تعرف ايش قالوا لي الامارات؟ شو يعملوا؟ ايش يعملوا؟ يعملوا سياحه عيال الكلب، سياحه سقطره، يقول لك يسفروا الناس من دبي الى سقطره، قال لك تابعه لهم عيال 60 فتال الاماراتيين، قال لك المكاتب والحكومه يفعلوا، قال لك هاي تابعه لنا، قال لك يفعلوا سفرات ويدعوا الناس تسافر لسقطره. ويدخلوا من دون تأشيرات ولا كأني بلدهم على ما ذكرت. هذا هو أيوة. الاحتلال، هذا الذي بنقاتل، هذا الذي بنقاتل من أجله ورافضين. قلنا سقطرة يمانية يا صغار العرب، سقطرة يمانية يا صغار العرب، هذا صغار العرب والله، هذه أرض يمنية، بس ما تلومهم لأن هي هذا الخيانة بحد ذاتها. الآن بيدخلوا الإمارة، بيدخلوا إلى سقطرة من دون تأشيرة دخول لليمن، كأنه على ما ذكرت دخل بيت ابوه. صح، هم الامارات ايش عندهم؟ حتى النخل تبعهم من العراق. النخل والله من العراق، اكثر زرعوه اللقاح بالفسائل، عملوا كل شيء، يلقطوا لقاط من الدول. في واحد العف منكم من مصطلح منيك، في واحد سعودي يتكلم على العراق. نعم. وبارز يتكلم على العراق انهم مش رجال وانهم مش اخويا، واحد سعودي منيك. والله العظيم هذا نعم. السعودي عند العراقي ما يسوى قندرة، والله العراقي بيستخدمه مثل ما واحد يستخدم الحذاء، بيتعس فيه. بس واحد تابع، هم جبناه انا بذلك، هم جبناه قد مسكوهم في العراق يعني. انا اخويا، شوف اخويا صلاح كان في الجيش العراقي الله يرحمه، اخويا يقول مسكنا كثير دواعش جوازات سعوديه، كلهم سعوديين جاي يعني حرر جاي في العراق. يعني تخيل العراق، شوف على كلمة العراق، يعني تخيل واحد جزمة سعودي من دون هوية ويتكلم على سيادة العراقيين، تخيل بس، احسبها كيف ما بدك تحسبها، أنا ما دخلت عقلي. صحيح، هي نهايتهم هذه، أنت عارف يعني والله
الآن أنا مستغرب، كنت كانوا يقلدوا في المولد النبوي الشريف باليمن، كيف اليمنيين على نياتهم على فترتهم يحتفلوا بمولد الرسول، وهم عندهم يدوا بيونسي ويدوا ويز خليفة ويدوا فرنش مونتانا ويدوا جاستن بيبر عادي، ما حد يكلمهم. كلام لا، ويحتفلوا بالكريسماس ويحتفلوا كلام فاضي. والله يا أخي ان شاء الله هذا هو الظلم والباطل. ما في ان شاء الله بينتهوا بينتهوا هذا بينتهوا. ما في عربي يحبهم، ما في عربي. قال لك صلاح الزوقري، صلاح حبيبنا قال لك احنا سبب في الحرب هذه، كمان سبب رئيسي قال لك في المشكلة في اليمن، صلاح الزوقري صاحبنا وحبيبنا. حي الله ولد الزوقري. المواطن لا يتحمل أخطاء السياسيين دائما. المواطن احسنت. نحن مواطنين لا يتحمل أخطاء السياسيين، أو يخذ إذا نجحوا ما بات ينحسب له، وإذا خسروا ما. فلذلك إحنا لسنا السبب، إحنا سبب ناس مجرمين ما يخافوا الله حتى في بلادنا. لكن تنتقد السياسيين وتكلم، الصراحة مجرمين بصراحة. فالآن بس معاهم الحجة الكبرى هو العدوان والعدو الحقيقي، وتركوا المشاكل الأخرى داخل صنعاء، من صحيح تحسين وضع البلد، من المعاملات، من يعني بس بصراحة وفروا شيئين مهمين وهي أساس كل دولة، الأمن والعدل. الذي يتكلم الآن ما فيش عدل بصنعاء يكذب على نفسه. الآن لا لا في يعني عدل صح. يختلف من أول تمام بحكومة علي عبد الله صالح الله يرحمه مهما كان في وساطة ومحسوبية ما تحتبس. انا مثلا باليمن في عهد علي عبد الله صالح لو احتبست في اي مشكله بيتصل لي القائد وقائد المعسكر والمحافظ خرجوا صلاح العودي. الان ما فيش ذا الشيء، كنت من ما كنت لازم تتعاقب على قضيه. شوف في واحد عودي ابن محمد مهدي العودي، هو ابن عم خالد العودي، الضاربوه هم ناس وقتلوا واحد بالغلط، قتلوا واحد بالغلط بالتحرير، اقسم بالله العظيم اوامر جبريه كلهم، مسكوهم كلهم، ما قالوا هذا فلان او لديه مال او من اسره عريقه او لديه مسؤولين اصحابه، لا. الان والله اثنين من اولاد عمي محبوسين بالحبس، والذي قتل اتهم بالقتل. ما عاد في هذيك الوساطه تتصل. مثلا لو عملتوا مشكله باليمن، عملت مشكله انا واحتبست، بعدين علم المسؤول الذي كان صديقي والله اي شغل، قال والله انا كنت اظنه من المؤمنين وانه رجل صادق، لكن احبسوه. ما فيش، لكن زمان كانوا يتعصبوا معك ويخريوك حتى لو انت على باطل. صحيح والله كلامك، وبمشيخة أو واحد في الدولة أو قايد، صحيح كلامك والله. هذا أبو جابر المعازي يقول لك الله ينصر السعودية والإمارات على الشمال، يا أخي هذا مش هو يمني، هذا أعتقد مش عاوز أغلط أنا في البيت عيب، بس هذا ما تلومش، هذا لا تلومه، هذا من الذي عانوا في الجنوب الظلم والمحسوبية والإقصاء في الجنوب، وقد ربما يكون معه شهداء، أخوه ابن عمه صديقه، ما تلوم هذا الشخص إذا كان من الجنوب، ما تلومه. طيب سؤال اخي صلاح، ايام علي عبد الله صالح الجنوب كانت تمام، يعني صح ما فيش وساطات وما، بس هم كانوا، انا يعني تعرف انا شغالين ورواتب ماشيه ويعطوهم كل شيء. لا لا لا، هذا كلام الإعلام الكذب، بس بالواقع لا. في الجنوب أحكي لك مثل، في الجنوب في عهد الاستعمار البريطاني كانوا عايشين مرتاحين المواطنين، تمام. هذا والله جابها لي واحد شيبه يمكن عمره 80 سنة في عدن، أخذته على جنب بالسيارة تبعي، قلت بدي أسألك سؤال، كيف الوضع اليوم في عدن؟ هذا في عهد علي عبد الله صالح. قال لي كنا في عهد البريطانيين عايشين ومرتاحين واكلين شاربين، المواطن خاصه اليمني بيبحث عن لقمه العيش. قلت له بعدين، قال في حكم الحزب الاشتراكي كنا مرتاحين ومدارس للاطفال وسكن ومرتاحين. قلت له الان في عهد علي عبد الله صالح، والله العظيم انه قال لي ما شفنا ما ناكل. فتخيل اليوم كيف وضع الجنوبي، شوف المراحل 1 2 3. فتخيل اليوم صحيح. كيف أسوأ مرحلة يعانيها أبناء الجنوب اليوم. أنا رحت عدن قسماً بالله، يعني البكاء قليل، أقسم بالله إنك تشوف الذي هم بيشحتوا نساء، إنها تشوف سيارتك بالمسافة، إنها تقوم هي وأبنائها تبكي بكاء عندك بالسيارة. حسبي الله ونعم الوكيل. فالمواطن
قلت لك الجنوب ما تلومهم الآن، الذي تشوفه متعصب يقول لك تعال يا سعودي اقتل صنعاء دمر صنعاء، هذا ما تلومه. ليش؟ لأنه قد ربما يكون معه شهداء، قد معاهم مظلومية كبيرة في حقهم في عدن، ما تلومش. يقول لك يا أنا تعال يا سعودي بيت صنعاء، ما تلومش الصراحة. بس إن شاء الله لو يقع انتصار بيرجعوا للعقل والمنطق. طبعا أنا العبط فاروق منكم الحوثي ما بين يقول لك الدرس يا أقرأ قلبي التعليق. حبيبي، يقول لك فاروق الحوثي يقول لك يا قلبي نشتي رواتب والدنيا حرب. إذا كان بعهد عفاش الرواتب 20,000، هذا راتب يلي يرفع راتبك مش معاش. قال لك مش معاش كان هذا فاروق الحوثي. طبعا لي اقول لك شغله، المعاشات مش موقفه تماما 100%، اللي هم في الموظفين بيحصلوا المعاشات ونص نص. ما اعتقدش ان هذا المشكله الكبيره قطع المعاشات، لا اعتقد هذا المشكله. كان من اول معاش انت عارف الجندي 30,000، وال30,000 ما تكفي حتى ايوه حط الدخان، وكانوا عايشين الناس. صح، الان عايشين عقلية الناس، صحيح. الان عايشين الناس بس من دون ال30,000 هذه. فما هيش المشكله ولا هي الحل، حتى لو تصرف معاشات الناس ليس الحل في اليمن. الحل في اليمن انه يتوقف العدوان والحصار، الحصار هذا قاتل يا عمي، مالك فكر انه بسيط، يحاصر لك اليمن موانئها ومطاراتها مش بسيطه، هذا الموت. لا لا مش بسيط، لا طبعا طبعا مش بسيط، بس هي نهايتهم هذا اخي سلام. فعندما انا والله سعيد جدا، انا فرحان وشمتان فرحان جدا يعني والله، بس ليش لو كانت هكذا حاجة كبيرة عشان ينتهوا تماما ويعرفوا ان الله حق، قتل الانفس البريئة في اليمن، الناس اللي ما لهاش ذنب. الآن لو تقع ضربتين ثلاث، لو تقع تزيد ضربتين ثلاث، ايه توفيق الباري للإماراتيين بيتعذبوا، لأن الأمريكان والغرب راحوا صح الإمارات يعملوا بزنس لسببين، ما في ضرائب والأمن موجود. الآن عندما يطلع بالأخبار صح ضربوا خلاص إن شاء الله، وبعدين بيتعذب. هي الإمارات أنا بسميها في مصطلحات ما أحب أنطقها، في الإمارات هي بدل الشرموطة، لا الشرموطة المدللة الصغيرة، هي البنت المدللة الصغيرة. فعندما تتأدب، صح والله عندما تتأدب لا تتأدب بصراحة، اليوم وبكرة بس قد هو الضعف مننا، لو في قوة حقيقية والله. بعدين على فكرة العمليات بيضربوها من صنعاء دائما، بس بيردوها يا أخي، بيصدوا هنا الصراحة، صح سواء للسعودية أو للإمارات. هذا توفيق الباري ضربوا أبتهم 4 صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، بس ما بينشروه ولا بيصوروا لحد. لو ينتشر فيديو من الامارات والله ليضرب العالم كله بالسوشيال ميديا وبالاخبار كله، ويتوقف الحركه والاقتصاد هناك. بس نتمنى توفيق الباري. بس انا شفتها على اخبار امريكا على النوز، شفتها قالوا انه الحوثي رسل لهم بقلاء حلويات بالمسيره. شفت الخبر يعني، قد قالوا والله الحوثي رسل لهم. امس انا امشرش لبحث بدي صوره من الضربه، بدي صوره من ما فيش. انا معي برسل لك. ارسل لي، لاني لا ترسلها لي وانا ارسلها للنيوز، الامريكان نيوز، اقسم بالله اقول لهم والله العظيم ارسلها للسي ان ان كل القنوات، ارسل لهم ايميل اقول لهم ذس وير هابن ان امارات، وارسل الصوره على طول، واحد منهم ان شاء الله يبزها وضربها. عندك 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 روسيا اليوم جابوا الخبر، وقناة أمريكية أعتقد البي بي سي جابوها، الال بي سي يمكن او البي بي سي جابوها، شفت الخبر بالجوجل، قالوا الحوثي وضربه كذا وابو ظبي وكذا. انا والله امس صراحة يعني فرحان مبسوط، لانه لازم يتأدبوا ويمسكوا حدودهم ويوقفوا ضرب هذا الشعب الطيب. سيبوا اليمن لحاله أنا اليوم، بدي سيبوا قناة، اليمن الله يقلعكم. بدي قناة أمريكية تضرب الخبر خلاص، بين ضرب العالم كله. والله العظيم الروسيين والبريطاني وكلهم والأمريكيين كلهم يفتجعوا يخافوا، يقول لك أنا مشيش البزنس وأنا راسي يعني حياتي في خطر، يهاجروا يفلتوا الإمارات يخلوهم لا يقلبوها إلا مراقص. طيب هي وين وقعت الضربة؟ في أبو ظبي جنب مطار، وفي دبي صح؟ في مطار دبي كمان. طبعا مطار دبي يبعد من العاصمة اللي هي العاصمة من الداون تاون والكذا والعماير، يبتعد يعني بحدود 30 مايل، وهي قريب المنشآت النفطية. الضربة ما بقاش في المدينة، بقت خارج. مش دايما انا اعرف الامارات يا أخي على زر اليمن الصوت. ينقسم الإعلام، اليمن ينقسم الإعلام، شوف الإعلام مهم جدا. ما فيش
لذلك حكومة صنعاء مش معتمدة على الإعلام، دائما تشوفها ما تغطي الإعلام في المعارك، ما يهمهم الانتصار على الأرض، ما يهمهم شل الإعلام. صحيح، والله إنهم رجال. ورايح راح العمل ولا وين رايح؟ الله يفتح عليك يا صلاح حبيبي. آه أنا في دالك، الله يوفقك حبيبي. أنا بالحب، الحب يا عزيزي، أنا بالحب. أنا برسل والله العظيم انحرمنا من الحب وانحرمنا من الراحة وانحرموا الأطفال وانحرموا الناس. صحيح. الله يصيب من كان السبب. وحتى الحوثي يا أخي شوف ذا الحين الحوثي بس مش فرحة كاملة. أنا أشي أقول حاجة اليمنيين الآن، الحوثي بالست السنوات بالسبع السنوات هذه لو حكمنا من دون تدخل الإمارات وشفناه من باطل كبير، والله بيثور الشعب عليها اليمني. لا تصدق يقول لك الذي بيخرج، والله العظيم لو فعلا ظلم وأخذ معاشات الناس وقص الناس واستعبد الناس، والله العظيم ما يصبر الشعب اليمن سبع أعوام. لكن الآن العدوان نفع 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 ودمر كل شيء. تتم طرطير سياسة منور. صحيح. تتم طرطير سياسة. المهم تحياتي لك الله معاك يا صلاح، حياك الله. الله يطرطر فيه، قل له الله يطرطر فيه. الله يوفقك حبيبي. باصهيب هذه أسرة عريقة باليمن، بس هذا القنطرة حقه ما شكله، فاهم؟ أنت أبو دغ. أبو دغ شوف يتكلم هذا أبو دغ، والله العظيم حذات أبو دغ ولا وجهك يا رجل الكلب. أنا في ذلك الآن بغسل، الآن ما عليك، الآن بغسل عارة، الآن بندش أبو والله قالك ده حابشة. هيا أنا هي. المهم أنت بندش بعدين سلامات مرض لك منشور قبل يومين الله يشافيك. اي والله كان عندي ضيق تنفس شورت بريث، كان عندي تشيست بين، بس الحمد لله طلع نيجاتيف الحمد لله. قال دحباشي يا اخي بعض الناس شوف الذي هي تعليق سلبي ليه الفخر يترك يترك يعني، بس هذا ما تلوم هذا هذا شكله يعني. المهم تحياتي لك ولاصحابك كلهم ولصفحتكم الموقره قدسيه. تمام. الصفحه اليمن الارض شرفت انا والجميع. انت إن انت شخصيه جميله، نفتخر فيك، نفتخر فيك معانا في الجروب، انت حاجه كبيره عندنا يا صلاح. احنا مرحبين اكثر منكم، يا مرحبا. انا في ذلك، الله معاك حبيبي. انا في ذلك صلاح، الله معك. السلامه. مع السلامه حبيب. مع السلامه. ابو رامي قال دحباش، وانا دحباشي وافتخر. يا ابو صهيب، يا ابو صهيب حبيبي، الان خالتك نايمه وعمتك نايمه، خليهم نايمات، خلي جدتك نايمه ماشي، ايش يعني اذكرهم لو سمحت. خليني احترمك واكلمك باحترام وعلق باحترام ولا لا تعلق، تمام؟ لو انت يمني شريف مش مكسور ناموس، لو انت يمني شريف تخاف على بلادك وتعرف الظلم وتعرف القصف اللي قاعد يصير على اليمن، ما تكلمت هذا الكلام. بس انت مكسور ناموس يا ابا صهيب، والله مع الاسف عليك، مع انه يعني آل ابا صهيب هم يعني قبيله عريقه ومحترمين، بس انت على من طالع؟ انت ايش؟ ما ليش داري اقول لك، والله انا استحي من الناس اني يعني الان اشمت بك، لانه عيب من الموجودين. يا صلاح، يا صلاح تعال، يا صلاح تعال تعال حياك يا فاروق الحوثي. انا بذلك ما حد يرضى على قصف بلده يا فتال، يا با صهيب ما حد يرضى، ما حد يرضى على قصف بلاده، ما حد يرضى الا ما عنده شرف، الا المشهو شريف، مشهو شريف اللي يرضى على قصف بلاده. بس انت مكسور ناموس، انت ما عندك شرف. لو عندك شرف وانت انسان تقول والله بلدي اليمن، ما تقول هذا الكلام. حتى لو انت مقيم في السعوديه ما تتكلم شصاه ولا تدي كلمه، ما شندش خوالك وخالاتك وعماتك، خليهم راقدين لو سمحت، خليهم راقدين، هم شكلهم محترمين، بس انت ما شنت محترم، انت ما شنت محترم. علق باحترام ولا تعلق. كم ماتوا باليمن أبرياء استشهدوا؟ كم استشهدوا أبرياء في اليمن؟ ما حد يتكلم والإعلام ما يتكلم. كيف هذا دخلت الغنم؟ هذا منو محمد قايد؟ إيش دخلت الغنم؟ كيف يعني؟ تشتي غنم؟ تشتي غنم يا روحي؟
سير باب اليمن عدوا لك قلمي مع مع البيض، انا قلم مع البيض، هيا هيا عطف في بيعونا قلم جنن. انا ما عندي غير التعليق هذا، دخلت الغنم، كيف الغنم ما افتهم ليش. حيا الله يا لال، مرحبا مرحبا ابن الحمزي، كيف حالك يا غالي؟ تمام اخي صلاح، ادى كلام موزون بس والله انا من قلت محايد، انا محايد مع الشعب اليمني، مع يعني الاقتتال الداخلي، الفتنه الداخليه، بس انا ضد العدوان، باقي ضد يعني ضد العدوان اللي الغاشم اللي يقصف اليمن في الشمال وفي كل مناطق اليمن. قال لك والله هذا واحد يمني، قال لك الله ينصر السعوديه والامارات. يا اخي انت تقول كذا اليمني، انت تقول كذا، تقول كذا، انت ايش معك شرف يا محمد قايد؟ خلي خالتك راقده وعمتك وجدتك، لا اندشهم ذا الحين، وانهم ما لهم ذنب، بس انا اندش ما عنديش مشكله، يعني احترم نفسك وتكلم باحترام، ولا ادعسك دعس ذا الحين. اي خرج من البث، خرج خرج، خرجت نفسك. هذا جروب كله يمنيين يحبوا بلدهم، اوفياء لبلدهم، انا واخي على ابن عمي، وانا ابن عمي على الغريب. انتهى الكلام، حياك يا هلال الحمزي. تتصل الحجاج، الحجاج نايم عند خالتك الان، الحجاج، الحجاج من قال قالها على العرب كلهم، يا عق والديك يا طردو. كيف انت شايف صلعاني حالي حبيب العابلي؟ حياك العابلي فوق راسي والله. تمام، ماشي، انا عراقي ولا انا يمني ولا انا مصري ولا انا اردني ولا انا من اي جنسيه، ولا انا عربي مسلم، دمي حامي، ويقهرني ويزعلني القصف الظالم على اليمن، ولا لي مصلحه مع احد، ولا لي مصلحه، شيش مصلحتي؟ حياك يا زغر، يا نفدالك، ايش مصلحتي انا؟ انا رجال اشتغل شاقي انا على بطني يا محمد قايد، والله لا عندش الله، اهداء ولا خرج البث. ايه روح 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 نام، خذوا نوم، اشرب الحليب وارقد، هيا اشربوا الحليب، شربوا بطلك، شكلك انت، شكلك انت والله العظيم انت خاين وطنك وبلدك. يا اقول هالكلمه ولا عيب؟ عيب، يلا عيب من خالتك، ما بقولهاش. انا اسال سؤال يا جماعه، اسال سؤال، اليمن ايش اذوا العرب؟ الالم اليمن ايش اذوا العرب؟ هل هم اذوا دوله من الدول العربيه؟ هل هم اعتدوا على دوله من الدول العربيه؟ لا والله عمرهم ما اعتدوا على دوله ولا اذوا حد، مرحبين لكل العالم، كان به مصريين باليمن، وكان به سعوديين مشارع سعوديه، وكان به اردنيين، كان به عراقيين، كان به فلسطينيين، كان من كل مكان، من كل مكان عايشين في اليمن يطلب الله ويشتغلوا. تمام، فعيب على هؤلاء اللي عاشوا في اليمن واكلوا في اليمن، واليمنيين نفسهم اللي هم يأيدوا العدوان، هذول هم بدون شرف، هذا ما عنده شرف اصلا. هذه خلص. حيا الله ابو حامد، حيا الله الطالبي، كيف حالك؟ مرحبا الغالي، كيف امورك يا ابو حامد؟ اخبارك علومك؟ انا فرحان والله، فرحان والله، الحثاله ما برد عليهم يا ابراهيم. يا عماري انا اندش على سب ما يدخل مره ثانيه، خليه يتحمل الذنب، يتحمل ذنب خالته وعمته هو، لانه هو دخل يغلط ويسب فيتحمل هذا الشيء. حبيبي يا فهد، انا فدالك يا فهد، انا فدا روحك، انا فدا قلبك يا فهد. ولكم هذه، ولكم هذه اليمن، لكم هذه اليمن، هذه مش اي دوله، هذه اليمن، تاريخهم عندهم اقدم 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 سروال شيبه في اليمن هو بعمر تاريخ الحمارات هذه، بتاريخهم كلهم. يا حجي اريد اسالك بموضوع، تفضل اخي احمد اسالني بموضوع، تفضل تفضل، خذ راحتك على الشيء اللي عنهم، يبكوا، ضربونا، قصفونا، يبكوا سعل سعل سعل. اهلا يا احمد، تعال تفضل،
احمد محمد تفضل تفضل خذ راحتك، انا اسمعك بكل اذن صاغيه. ما ينفع هنا، ليش تستحي يا روحي؟ لا تخزاش يا اخي، انت بين اخوتك، هنا انت بين اخوتك يا حبيب قلبي. انا اليوم فرحان، اخي صلاح طلع معي في البث، شخصيه يمنيه عظيمه، انسان انسان مثقف، انسان راقي، يعرف يتكلم. انا بصراحه مش سياسي، بس انا اعبر عن اللي بداخلي من حبي لليمن. اي احمد تقدر تدخل العراق عادي، في شغل هناك، وفي والله في يمنيين كثير في العراق. وضاح يقول وجهة نظر، اعتقد ان الحوثي قتل يمنيين اكثر ما قتل التحالف، وكل قطره دم سبقت في اليمن يتحملها الحوثي. اتمنى ان تنطقوا بالحوار، تركوا العار في بيوتهم. يا اخي وضاح اللي يدخل يغلط عليك ويسبك، انا اشتي يعني ايش اقول له، يعني اجيب اشتي اتوبه، اشتي يعني يحس على دمه، يحس على دمه وما يسب وما يغلط، يتناقش باحترام مثل ما دخلت انت. على طول يا ابراهيم، ابشر ابشر بعزك يا ابراهيم، ابشر بعزك وخذ راحتك. يا صلاح تعال، يا صلاح الزغري حي الله اخي مهند، كيف حالك؟ اهلا يا مخلافي، كيف انت؟ اللي ثاني ايش يدخل العراق؟ طبعا في يمني كثر في العراق، في اربيل، وفي في ال في النجف، وفي في بغداد يشتغلوا ما شاء الله رواتبهم حلا، وفي البصرة. محمد قايد انت بلوك من الجروب كله، ما عاد اشتي عارك هنا عندي في البث. يلا اطلع، انت بلوك الان، بفعل عارك بلوك بعد ما اخلص بلوك، افعل لك 3D. ما شنت كفو ولا انت محترم للنقاش. هيا ابراهيم تعال، هيا ابراهيم وين انت؟ عندنا برد ثلوج. حبيبي يا مخلافي، انا فدالك، انا عراقي، انا يمني، انا مصري، انا اردني، انا مجرد بني ادم اشوف قدامي ظلم. من تقول لي انت عراقي، ولا تقول لي انت مصري، ولا تقول انت لبناني، انا مواطن بسيط، بني ادم ربي خلقني، بشوف قدامي ظلم. انا وغيري في ملايين، بس اللي ما عندهم دم، اللي هم بياعين الارض والعرض والفتالين، هؤلاء هم ما عنده احساس على بلده، وهو ابن بلد، هو يمني ما عنده احساس على 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 شرفه وعلى دمه، انه كيف يتكلم كلمه حق. حبيبي يا عبد الكريم قال كيف بدخل العراق؟ العراق دخله حقها سهله، تاخذ فيزا من السفاره يعطوك اياها على طول، وفي شغل والله يا عبد الكريم، والله في شغل. لا يقول لك ما فيش، لا تصدق، اسمع مني، انا مع اصحابي الان يشتغلوا في النجف، ما شاء الله مرتاحين. حبيبي ابراهيم النايب، يا ابراهيم تعال اطلع، اهلا يا رمزي، كيف انت يا رمزي؟ يقول لي البرنامج تليفونك فيه كاميرا يا ابراهيم. تكلمنا على توكر كرمان، قلنا سارقة ما عجبهم. تكلمنا قلنا العدوان يضربوا اليمن ويقتلوا الأبرياء ما عجبهم. تكلمنا على الظلم والفقر والاقتتال الطائفي داخل اليمن ما عجبهم. نتكلم على ايش؟ حياك الله يا طالب، وانا لي الشرف، لي الشرف يا حبيبي ابو حامد، والنعم منك، والنعم منك حبيب قلبي، والنعم منك يا طالب يا ابو حامد، فدوى لقلبك حبيبي، اتشرف بيك اخ عزيز وغالي حبيبي. الوادعي مرحبا، مرحبا يا رمزي، كيف حالك حبيبي؟ حبيبي يا عبد الكريم تؤمرني امر، الله المستعان، والله بهرزق، ارض الله واسعه، والله بهرزق. انا اعرف ناس يطلب والله هناك وبهرزق، والله العظيم انا اعرف ناس يعني راحوا هناك وكلموني ويشتغلوا، وان شاء الله يعني ما شاء الله يعملوا فلوس حلوه. العراق رخيص مش غالي، اللي اقول لك غير كذا اقول له شكرا مع السلامه. يا زوغري تعال،
صلاح وافقت عليك بس ما رضي يطلع ما ادري ماله. ارحب يا صلاح. هيا وافق. وافقت لك يا صلاح. في خلل، ليش انت عندك انترنت؟ والله اني عملت لك طلب رب الكعبة. وافقت لك حبيبي. عملت لك موافقة. كيف الوضع عندك في نيويورك يا صلاح؟ ان شاء الله تمام. والله عظم الله اجركم في مسكين اللي قتلوه في نيويورك في البرونكس. انتبهوا على انفسكم يا اخي. انا وافقت، وافق انت اهمس. انت طلبتني وانا وافقت لك. حبيبي يا احمد ولا يهمك حبيبي، تأمرني امر الله مستعان فوق راسي والله. وين صلاح الزغري؟ عملت لك. حيا الله بدر محان يا كابتن. حياك حياك يا كابتن ابقى. كيف حالك وش اخبارك حبيبي يا احمد؟ اخي احنا العيش والملح ياثر فينا. العيش والملح اللي اكلناه في هذه البلاد الطيبه ياثر فينا. حتى ولا ولا ولو كنا بنغال كنا هنود، كل احنا بشر. اهلا يا يحيى حبيب قلبي. يحيى كيف حالك يحيى؟ هذا يحيى اخونا يمني يهودي في اسرائيل. اهلا يا يحيى انا افدى قلبك حبيبي. هذا اخونا يحيى الغالي. رحبوا باخونا يحيى من اسرائيل، يحيى اليمني، يحيى من انس. حبيبي يا احمد الله مستعان والله العظيم. اليمن اجمل بلاد عربيه، اطيب بلد عربي، اطيب بلد عربي. لا عمرهم اذوا حد ولا عمرهم اعتدوا على حد ولا عمرهم عايشين حالهم حالهم اليمنيين. يلا اذكروا لي هل يوم من الايام اللي اعتدوا على حد، اذوا على دوله مجاوره؟ اليمنيين يطلبوا الله على بطونهم وعلى اولادهم، يشتغل يشقى على بطنه وعلى اسرته ما يذيش حد. مشكله اليمني واحده، حيا الله صلاح فوق راسي. مشكله اليمني واحده انه طيب، والطيبه ما تنفع في الزمن هذا. حبيبي يحيى كيف حالك انت؟ تمام شلوم. أني بالسيدر والله. أنت حبيبي يا يحيى، حبيبي منصر علي كيف حالك؟ أنا فدالك أخي حبيبي والله. يحيى من أنس، يحيى صاحبنا وحبيبنا يمني في إسرائيل، لك مني كل الاحترام والتقدير حبيبي. كل الاحترام لك والتقدير. ربي يحفظك وين ما تكون أنت وأسرتك حبيبي. فاحنا ما نكره حد وما ما ما عندنا مشاكل مع اي واحد عايش في كل العالم. يمني عايش في اليمن، خرج من اليمن. انا خرجت من اليمن بس عاد والله روحي في اليمن. والله اتمنى اني ازور اليمن، بس ان شاء الله قريب نزور اليمن باذن الله تعالى. حبيبي يا منصر انا فدالك، يا منصر علي انا فدا روحك حبيبي. كل الاحترام والتقدير لك حبيبي. الله يستر عليك يا غالي يحفظك. احنا بس لانه اشتي اقولها يعني، وقلتها زمان، اليمنيين ذو بأس شديد ما حد يقدر عليهم، ما حد يقدر عليهم غير الله بس، لانهم على حق. اهلا يا غانم، حيا الله اخي غانم احمد كيف حالك؟ ان شاء الله امورك طيبه. اللي سألني على العراق اللي قال يشتروا العراق، انصحه انه يقدم يشتغل حبيبي. لا بالعكس يا احمد ما ازعجتني والله. بانك ربي يكتب لي الجزاء حبيبي. حبيبي يا احمد امر امر ولا يهمك ولا يهمك حبيبي. حبيبي يا يحيى انا افضل. وشوفوا هذا يحيى مسكين كيف يحب اليمن. شوفوا يحيى كيف يحب اليمن. اهلا يا مدافع، يا مدافع يا مدافع يا مدافع انت مختفي. يا مدافع وحشتنا كيف حالك؟ رحبوا بأخي مدافع صالح. اهلا يا مدافع اهلا. كيف نيويورك؟ كلمنا. انتبه على نفسك يا اخي، معك سلاح معك شيء؟ انتبه على عمرك انا فدالك. حيا الله اخي غانم. مرحبا 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 والله شرفت يا غالي. كل الاحترام والتقدير لك
وللشباب الموجودين في في الجروب وفي اللايف، وسامحونا لو زعلنا احد في كلمه ولا شيء، بس ان احنا محترمين مع المحترم ومحترمين كمان مع المش محترم، بس نحاول بعض الاحيان نديله كلام نأدبه على سبيل يدخل باحترام، يعلق باحترام ولا رحله، علق باحترام، ناقشني باحترام، لا تغلط برد وخوف ومشاكل. اوه يا مدافع، والله يا مدافع قلبي عندك يا غالي، ربي يحفظك ويستر عليك حبيبي بكل شر. انت تسوي نفسك مشهور لن تصل قناة يمانيون الرائدة. ايش من مشهور يا ايش السامري، ايش السامري السامري، ايش انت الشهر، ليش انشهر؟ انا انشهر على ايش؟ انا هنا ما فيش وقت للشهر، انا اشتغل هنا. اول شيء فرق الوقت، وهنا الحياة والمستقبل افضل ما انك تدور شهرة. انا معي شغل محترم، معي دخل محترم احسن منك، الدولة تعطيني تأمين صحي، تعطيني كل شيء لاني اخدم البلد واشتغل وادفع ضرائب. تمام، ايش انت معك تأمين صحي في بلادك؟ والدك معاه تأمين صحي ولا والدتك؟ ما مش معهم. هنا في امريكا الشيبة معه تأمين صحي، لو يوقع وسحاخ على طول مستشفى ببلاش. حلا محمد الشطري، هذا قريبي، هذا والله ابن عمي الشطري، انا لقبي الشطري، انا والله من بيت الشطري. ابو محمد انت من اين انت؟ انا لقبي الشطري، انا من بيت الشطري، انا من بيت الشطري. يا سكري روح ارقد. هو سكري ولا سامري ولا ايش؟ انا مش عالة على امريكا يا محمد قايد، انا اشتغل ادفع ضرائب يا فتال، انا اشتغل ادفع ضرائب. قلت لك خلي خالتك لحالها، ماشي شندش خالتك، اهداء مش انداري بشي، اهداء ولا كلمة. بالسامري بالله عليك ما بشوع كلام يا صلاح. هذا محمد قايد قال لك احنا عالة على امريكا، احنا نشتغل ندفع ضرائب وباحترامنا وما نشحت ولا ندور مساعدات. تمام، وبلادنا هذه نشتغل ندفع ضرائب ونخدمها لانهم يخدمونا. اصاح ولا كلمة، ولا ادعس افكارك بالجزمة. اهداء اهدى، اشرب ليمون بالنعناع ساعد المال. يا زوقري كيف امورك؟ يعني يا محمد قايد ضحكت الناس عليك والناس دعسوا افكارك وضحكوا الناس عليك. تمام، ضحكوا الناس عليك المتابعين كلهم وشمت بافكارك وبهذلت بك وانت عادك جالس. يا اخي اخرج، استاذن اخرج. انا اشتي ناس ايجابيين يعلقوا بايجابيه ويحترموا اسلوب الحوار وبحطهم فوق راسي، بس بتغلط اول ما تدخل تسب تغلط، لا بدعسك بالجزمه حبيبي، بالجزمه، جزمه جديده نايكي ولا اديداس، ايش تشتي؟ اختار لك ماركه ادعسك فيها. تكلم قول ايوه بلادي انقصفت، بلادي تحت الظلم، ماتوا الابرياء، ماتوا المساكين، العجاوز ماتوا كلهم، استشهدوا عفوا بالقصف. ما تدي هذا الكلام، ما تدي، بس دخلت على طول تسبني، ما تعرف من انا وايش موقفي، على طول دخلت تسبني. ما تقول ظلمونا حصار قصف، ما قلت هذا الشيء صح؟ تعبان انت، ما حتى ما ارد عليك، يعني ما تستاهل الرد والله ما تستاهل. خلاص قرينا اخر تعليق لك، مع السلامه. لا عاد تعب، ما عاد عبر افكارك ولا بشيء، خلاص خرج. يا رمزي لجعش كيف حالك يا رمزي؟ حيا بها الروسيا، كيف انت؟ ان شاء الله انا متفائل ترجع اليمن احسن من اول باذن الله تعالى، ترجع اليمن شامخه تبنى، اللي ينبني يتعمر، ما خرب يصلحوه، ما دمره الأشرار يعمره الأخيار. البلد واليمنيين هم يد عاملة قوية، بيبنوا بلادهم معتمدين على أنفسهم، ما يدوش عمالة فلبينية وعمالة آسيوية يخدموهم. الدريول حبيب السامري أنا في دارك،
ولا ما يدي واحد يخدمهم، سوق لي يوديني يجيبني، اطبخ لي يعمل لي. اليمني رجال، اليمني هو عادة جاهل عمره 5 سنوات رجال بمليون ابو عقال. والله العظيم بمليون ابو عقال، لانهم رجال. يا طلال وحشتنا يا طلال يا فعي، زمان يا طلال. هيا شرعبي تعال، حيا الله محمد تميمي، مرحبا بن تميم، والله ونعم، والله ونعم، والله مرحب. حي طلال، كيف حالك طلول؟ طلول اليافعي حبيب قلبي، كيف حالك؟ طمني عليك، كيف امورك؟ كيف تجمعك يا طلال؟ كل شيء تمام؟ والله وحشتني يا طلال، انا زمان ما عملت بث وما بلاقيك يعني في البث مرات. تعرف الاسره الكريمه وصلوا الحمد لله بالسلامه واخيرا وليس اخرا. الله يحفظك حبيبي. حصل لي اعراض انه حمى وضيق بالتنفس، بس مش كورونا الحمد لله. جلست بالمستشفى يعني 4 ساعات، وبفضل الله بفضل دعائكم ما في شيء، الامور طيبه. كيف التمرين معك يا صلاح؟ كل شيء تمام يا طلال؟ كل شيء تمام؟ ليك فتره موقف الفيس، الله يفتح، والله احسن لك. الفيسبوك صراحه يعني مرات يعني ياخذ وقت كثير من الانسان. حبيبي السامري، انا في ذلك يا سامري. والله هنا البرد، فلاونزا، الان كل شيء قالوا كورونا، كل شيء قالوا كورونا. وقفت التمرين، ليش؟ ان شاء الله ترجع، ترجع ان شاء الله حبيبي. انا كنت اشتي صلاح يطلع معي متى رمضان يا شباب؟ طلال متى رمضان؟ كم باقي على رمضان؟ شوف الدنيا كيف تمشي بسرعه يا كيف الدنيا تمشي بسرعة، كيف الأيام تمشي بسرعة. 3 أشهر، إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي يعني يجي رمضان واليمن يكون بخير ونخلص من هذه الحرب العبثية، وربي يحفظكم. أنا أستأذنكم، معي عمل كم ساعة، بستأذن حبايب، ربي يحفظكم ويخليكم يا رب. وتحياتي لكم، وإن شاء الله للقاء قريب. تحياتي، مع السلامة.